ملكة قطني من الجزائر 29 سنة. حزينة جدا حتى الاختناق. ليس لأنهم يعنفونني، ليس لأنهم يختلفون معي، ليس لأنهم يقولون لي ألوثي هذا واتركي هذا، كلي هذا واتركي هذا، اذهبي إلى ذلك البلد ولا تذهبي إلى ذلك البلد. عن أي ديانة تتحدث؟ في أي ديانة يحدث ذلك؟ في أي ديانة تفرض علي نمط معيشي؟ يمكن أن أختلف معك في الكثير من الأشياء، في كل كلمة تقولها، لكني دوما سأدافع عن حقك بأن تقولها. إنني أحلم أنني سأكبر يوما وأعيش في عالم فيه سلام وحب. نعم سيتحقق ذلك بالحوار، بأن نسقي لبعضنا، بأن تكون هناك تنشئة اجتماعية، تنشئة سياسية ثقافية. سأذهب يوما ما إلى المسرح وأشاهد عروض كثيرة ضد التضارب، أشاهد أفلام جميلة تمحي عنا صورة التضارب.